السلام عليكم. ما حقيقة رفع العلم في آخر الزمان؟ ومن أهم علامات رفع العلم رفع القرآن الكريم. هذا ما سنجيب عنه في هذا الفيديو إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. فإن معنى رفع القرآن الوارد في علامات الساعة أنه يرفع من الصدور والمصاحف، فلا يبقى في الصدور منه آية ولا في المصاحف منه حرف. وهذا هو الذي عناه العلماء بقولهم منه بدأ وإليه يعود. وقد ورد من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. وليسرى على كتاب الله في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. وتبقى طوائف من الناس، الشيخ الكبير والعجوز، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله، فنحن نقولها. أخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الفتن: باب ذهاب القرآن والعلم، والحاكم في المستدرك، وصححه ووافقه الذهبي. وأورده ابن حجر في شرحه للفتح المعروف بفتح الباري، وعزاه إلى ابن ماجه وقوى إسناده. ثم قال: وعند الطبراني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ولينزعن القرآن من بين أظهركم، يسرى عليه ليلا فيذهب من أجواف الرجال، فلا يبقى في الأرض منه شيء. قال ابن حجر: وسنده صحيح لكنه موقوف. وانظر للمزيد مجموعة فتاوي شيخ الإسلام ابن تيمية، وانظر لوامع الأنوار البهية للسفاريني. والله الموفق. السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق.